نص المسترسل صوفي في الفردوس، الجزء الأول. الأحداث مرتبة. مواجهة صوفي الكثير من التحديات في حياتها، مقاومة صوفي الحياة بالبسمة والحب والإخلاص في العمل، محاكاة مراد للطفولة التي عاشتها صوفي معهم في البيت، اصطحاب صوفي مراد وسليم لحمام الفردوس، إنشاء حمام الفردوس على طراز معمار المدينة الأصيل، ثم أهل صوفي عاشوا قسوة الظروف ومخلفات الحروب. ثانياً، مكان وقوع الأحداث في المدينة. أما بالنسبة لزمان وقوع الأحداث في الماضي. ثالثاً، الشخصيات. بالنسبة للشخصيات صغيرة السن هناك مراد وسليم، أما بالنسبة للشخصيات كبيرة السن هناك فقط صوفي. خامساً، القيم المروجة في الجزء الأول هي الإخلاص في العمل، الحنان، مواجهة التحديات، والمحبة. سادساً، بالنسبة للأساليب التي أعجبتني هي الأسلوب الأول، صوفي أحبتنا كما لو كنا طفليها. الأسلوب الثاني، ومع ذلك لا زالت تقاوم الحياة بالبسمة والحب والإخلاص في العمل. سابعاً، سرد المقروء. صوفي فتاة واجهت الكثير من التحديات في حياتها، ورغم ذلك قاومت الحياة بالبسمة والحب والإخلاص في العمل. حكى مراد لحظات من الطفولة التي عاشتها صوفي معهم في البيت، فقد كانت تأخذه هو وسليم لحمام الفردوس الذي أنشئ حديثاً على طراز معمار المدينة الأصيل. جاءت إلى المدينة للعمل في الخدمة المنزلية مقابل أجر. الجزء الثاني من نص المسترسل صوفي في الفردوس. أولاً، العبارات الدالة على: أولاً، الرضا. كانت صوفي راضية بما جلبه الحظ لها. العبارة الثانية، بشاشتها الدائمة. العبارة الدالة على المعاناة هي إخفاء أثار المعاناة التي تبدو عليها. ثالثاً، العبارة الدالة على الوصف هي شعرها الذي ابيضت بعض أجزاء من خصلاته قبل الأوان. العبارة الثانية، الندبة التي كانت غائرة على خدها الأيمن. العبارة الثالثة الدالة على الوصف أيضاً، الشحوب الذي يعلو وجهها. ثانياً، بالنسبة للشخصيات الذكور هناك مراد وسليم، أما بالنسبة للإناث صوفي. ثالثاً، القيم المروجة في الجزء الثاني هي الدفء، الحنان، نبذ الغيرة، والرضا.
رابعاً، الأساليب التي أعجبتني هي: لم نشعرها يوماً بالتمييز أو اعتبرناها خادمة. الأسلوب الثاني: كانت تمسح على خد كل منا وتلبس على كتفيها بكفيها اللذين ينبعث منهما الدفء والحنان. الأسلوب الثالث: تحثنا على نبذ الغيرة وكل النوازع المسببة للخلاف. خامساً، ألخص المقروء: كانت صوفي راضية على حياتها رغم آثار المعاناة التي تظهر عليها، فقد كانت تعامل مراد وسليم معاملة حسنة وتحثهم على نبذ الغيرة وكل نوازع مسببة للخلاف. الجزء الثالث من نص المسترسل صوفي في الفردوس. أولاً، الأحداث السارة. الحدث الأول: عيش مراد وسليم في منطقة جديدة في المدينة. الحدث الثاني: قيام أم مراد بجمع بعض الأقمشة لصوفي لإرشادها إلى الحمام. والحدث السار الثالث: انبعاث ضحكات وقهقهات صوفي من الحمام. الأحداث العابرة: أولاً، عيش المهاجرين وسكان الأرياف ظروف قاسية في المدينة. ثانياً، تسول الغرباء في أسواق المدينة ومحطات الحافلة. ثالثاً، تعرض صوفي للتهجير بعدما فقدت أسرتها وبيتها. رابعاً، مغادرة صوفي موطنها بحثاً عن مكان آمن ولقمة العيش. خامساً، استغراق رحلة صوفي أياماً على عربات القرويين وشاحناتهم. سادساً، مواجهة صوفي قساوة البرد والنوم. ثم الحدث الأخير، استحمام صوفي في نافورة السوق. ثانياً، الشخصيات. بالنسبة للشخصيات الميسورة: مراد، سليم، وأم مراد. بالنسبة للشخصيات الفقيرة: صوفي، المهاجرين، وسكان الأرياف. ثالثاً، السلوك الذي لم يعجبني هو تسول الأطفال في أسواق المدينة ومحطات الحافلة. رابعاً، رأيي في الشخصية الرئيسية هو أن صوفي تعتبر فتاة قوية لأنها واجهت الكثير من الظروف القاسية بعد فقدانها لأسرتها وبيتها. سادساً، تلخيص المقروء: كان مراد وسليم يعيشان في منطقة جديدة في المدينة.
حيث يتواجد الكثير من المهاجرين وسكان الأرياف الذين يعيشون ظروف أقل ما يقال عليها قاسية. وصوفي عاشت نفس الظروف بعد فقدانها لأسرتها وبيتها، فقد عاشت قساوة البرد والنوم في الشوارع حتى قادها القدر لبيت مراد. الجزء الرابع من نص المسترسل صوفي في الفردوس. ذكر الأحداث مرتبة. أولا، انفتاح باب الحمام ودخول صوفي في حالة هستيرية. ثانيا، إلقاء والد سليم معطفه العسكري على صوفي وتهدئتها. ثالثا، استحاب صوفي مراد وسليم إلى حمام الفردوس. رابعا، يعتبر حمام الفردوس تجسيدا للطابع المعماري البلدي. خامسا، مواجهة صوفي لتحديات الحياة بالصبر والإخلاص في العمل. والحدث الأخير، استطاعت صوفي تأثير قلوب من كانت تعيش بينهم وصارت كأنها واحدة منهم. ثانيا، مكان وقوع الأحداث في حمام البيت وحمام الفردوس. أما بالنسبة لزمان وقوع الأحداث، في الماضي. ثالثا، الأمكنة. الأمكنة الخاصة حمام البيت، أما بالنسبة للمكان العام حمام الفردوس. رابعا، بالنسبة للسلوك الذي أعجبني هو أن صوفي استطاعت أن تأثر قلوب من كانت تعيش بينهم في محيطها الجديد بقلبها الكبير وإخلاصها في العمل. خامساً، رأيي في شخصية. صوفي فتاة صبورة واجهت ظروف الحياة القاسية بالعزيمة والقلب الكبير، فقد استطاعت أن تأثر قلوب الناس من حولها وصارت كأنها واحدة منهم. سادسا، تلخيص المقروء. عندما خرجت صوفي من الحمام كانت في حالة شبه هستيرية، وهذا ما دفعها لانقطاع آخر عهدها بحمام البيت واللجوء إلى حمام الفردوس الذي يعتبر تجسيدا للطابع المعماري البلدي. ويعتبر يوم الفردوس من أمتع الأيام بالنسبة لصوفي، فقد جعلها تبتسم وتنسى القليل من المعاناة التي عاشتها، واستطاعت في الأخير أن تأثر قلوب من كانت تعيش بينهم في محيطها الجديد بقلبها الكبير وإخلاصها في العمل.